الشباب الآن نجي إذا نشوف الجريان إذا يكون داخل أنبوب اللي خذناه كله كان الجريان يكون على صفيحة مستوية. الآن أيضا راح ناخذها كان عندنا جريان داخل أنبوب وكانت هنا سرعة منتظمة، فراح نشوف إنه شكل البروفايل مال السرعة راح يتغير، يكون يبدي يتحدى بالجريان، البروفايل مال السرعة يتحدب أكثر إلى أن تصير فل ديفلوب، هاي المنطقة المحدبة كلها راح نصير هاي وصلت إلى الفل ديفلوب، هاي من منطقة اللامينر. منطقة التيربلنت الشكل يختلف يقل التحدب مالتها، منطقة التيربلنت هاي منطقة التيربلنت هذا البعد الصغير بين الحافة مالت التيوب أو الأنبوب وبداية تقوس البروفايل، هذا نصيح للمينار سب لاير، نصيح للمينار سب لاير. ايضا مثل ما قلنا احنا شلون نحدد الجرايه اذا كان تيربيننت او لامينار، برقم رينولد، برقم رينولد بالصفيحه المستويه قلنا الاكس البعد اكس كل ما يدخل بدايه الصفيحه المستويه هو حد اللي هو رقم رينولد اللي هو يكون أكبر من 5×10^5. باليوتيوب بدال ما كنا ناخذ رينولد هو يو اكس على نيو، راح نصير يو دي على ميو اللي هي قطر الأنبوب، يجب أن يكون أكبر من 2300، يعني احنا يخلون الرينولد بين 2000 و 4000، اذا اكبر من 4000 نصيح لهذا تيربلنت، اقل من 2000 نصيح للمنة، والمنطقة هاي نصيح لمنطقة انتقالية، منطقة بين 2000 و 4000. الرينولد هنا فقط ناخذ قطر الانبوب داخل بالرينولد نمبر. احنا نعرف من الكونتينيوتي ريليشن الام دوت هي رو يو اي، طبعا هنا اليو هي اليو مين، مين فيلوسيتي، وبالتالي راح عندنا معامل جديد راح يمكن راح نسمع به اللي هو الماس فيلوسيتي اللي هو ام دوت الى الاي، ام دوت الى الاي نصيح له ماس فيلوسيتي، وبالتالي نقدر نكتبها بصيغه اخرى هي الرو في اليو، الرو لان هاي الان ام دوت تجي الام دوت على الاي اللي هي الجين الماس فيلوسيتي نفس هي الرو في اليومين، وبالتالي نقدر نكتب الرينولد نمبر بطريقه بتعبير الجي اللي رينولد يصير جي دي اوفر ميو، رو يو دي على ميو راح يصير جي دي اوفر ميو. شباب انا دائما اركز اقول بال خلال هذه السنة المادة مطولة، واحنا ما نقدر ناخذ كل شيء او تفاصيل خصوصا بالكونفكشن، مادة طويلة ويعد لها محاضرات كثيرة، لذلك انا اقول ركز على الاساسيات، ركز على الاساسيات انتقال حرارة بالكونفكشن. خذنا التفاصيل بالكونفكشن، الان راح ناخذ اساسيات فقط بالكونفكشن حتى نتوقف، اللي هي تكون ان شاء الله هي اخر محاضرة، بس راح تنزلكم محاضرة امثلة بي دي اف راح تقروها. الان نجي بس راح ناخذ علاقات معينة فقط باللامينر، وعلى الفلات بليت علاقات معينة باللامينر، يعني شلون مثلا نوجد الدلتا اللي هي سمك الباوند لير بالفلوسيتي، هاي علاقة يعني ذني حفظا، وراح نشوف ان شاء الله امثله شويه تجيكم بالبي دي اف، يعني راح ننشرها بالجوجل. الدلتا ايضا نقدر نوجدها بالعلاقه هاي اللي هي 4.64 نيو على اكس، هاي قلنا للصفيحه الدلتا سمك الفيلوسيتي لاير، وهاي نقدر نطلع ايضا الفيلوسيتي في اي مكان او الدلتا من هالعلاقه هاي. ايضا
طبعا هاي بيها اشتقاقات، احنا ما اخذنا اشتقاقات بس جاي اعطيكم العلاقات. نقدر نكتب ايضا دلتا باسلوب اخر نفس المعادله السابقه، دلتا اوفر اكس تساوي 4.64 على رينولد اس نص. هاي بالنسبه للصفيحه المستويه، اكد هاي بالنسبه للصفيحه المستويه. واكو هذا اكزاكت سوليوشن، هذا نقدر نطلعها بالاسلوب او بهالاسلوب نفس الشيء، الفرق قليل بين 5 وبين 4. اذا قال لك اكزاكت سوليوشن تخلي رقم 5، واذا قال لك بالامبريكال تخلي 4.6، واذا ما قال تخلي ايضا 4.64. الان اذا اردنا نطلع بالثيرمال باوند لاير، تصير هاي العلاقه مال توزيع درجات الحراره اضافه للعلاقه اللي كانت بالسرعه، يصير تي في اي مكان ماينس تي انفينيتي على تي نوت على ماينس تي انفينيتي في 3 على 2 واي تي، هاي الدلتا ثيرمال. طبعا ما احنا اشتقاقات قلنا احنا ما داخله عندنا، يعني ما راح ما اعطيناكم اياها، بس قوانين، وراح نطبق لكم امثله ان شاء الله تجيكم محلوله ويا المحاضره هاي، بس مو فيديو لانه الفيديو راح يطول عندنا، فقط امثله تقروها وانا حاضر لاي استفسار على جوجل كلاس روم حصرا، انا اجاوب باي شيء تردونه ان شاء الله. شكرا جزيلا.